قد تقسو علينا الحياة في أصعب لحظات عمرنا. ولكنها غالبا ما تعودنا بحبنا الدافئ. خواتي المسكة فيها عشان معاشه مو عشان البنت نفسها. فلما يتعمد البعض انتزاعنا منها يبعان عنها ومسؤولنا وعن حضارتها. ولما يغار من قليلنا من معه الكثير. أترد المحبة بالكره؟ ويستبدل العطاء بالطمع. ما علينا مما أهم شيء عند فلوس بالعافية. دراما كويتية في مسلسل جمانة في عرض الأول يوميا في هذه الأوقات على قناة ARTي حكايات كمان.